وعودة إلى المجزرتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال في مدرستين تابعتين للأونروا بمخيم جبلية. ينضم إلينا معنا عبر الهاتف من قطاع غزة دكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الأونروا. تحياتي لك دكتور عدنان. مئات الشهداء والمصابين في مجزرتين جديدتين للاحتلال استهدفت مدرستين تابعتين للأونروا، ما الذي يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة للرد على استهداف مؤسستها في هذا الصدد؟ نعم، لا يمكن أن يكون استهداف المدارس التي ترفع أعلام الأمم المتحدة وهي مصنفة حسب القانون الدولي بأن تكون محمية كمنشآت ومحمية أيضا كأفراد في داخل هذه المدارس، أن تكون أهدافا بهذه السهولة. يعني الصور التي خرجت من هناك وهذه المشاهد الدموية هي مشاهد غير مسبوقة، رغم أن هذه المدرسة مدرسة الفاخورة تعرضت مرتين قبل ذلك لعمليات قصف في حروب سابقة، وقتل للأسف الشديد في حينه أيضا عشرات الفلسطينيين. ولكن ما يحدث لا يمكن على الإطلاق أن يتم تقبله، ولا يمكن أن يكون أمرا عاديا، يعني أن تمر الأمور هكذا لا يمكن على الإطلاق. دكتور عدنان، ونحن نتحدث إليك الآن، هناك قصف عنيف على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الآن، وما يحدث الآن في قطاع غزة ومن مجازر كثيرة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من وجهة نظرك كمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كيف يمكن للمنظمات الدولية كبح جماح هذا العدوان الغاشم على كل شيء تقريبا في قطاع غزة؟ يعني بصراحة الأمم المتحدة أو أحدى منظماتها وهي الأونروا والمنظمة الأكثر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالذات هنا في قطاع غزة تتحرك باتجاهات إعلامية واتجاهات سياسية مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة. نحن على اتصال أيضا بالإدارة الأمريكية بوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بالاتحاد الأوروبي، بدول إقليمية كبرى مثل مصر، وأيضا مع المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية. نتحرك في كافة الاتجاهات لأن ما يحدث لا يمكن له أن يستمر بهذه الطريقة. ما يحدث الآن أن المدنيين الفلسطينيين هم من يدفعون الثمن، النساء والأطفال والشيوخ من يدفعون أكبر الأثمان لما يحدث من هذه الحرب المجنونة وهذا القصف الخطير الذي أصبح يدمر كل شيء ويحفظ المئات من الأرواح إما قتلى أو جرحى بصورة يومية. لكن دكتور عدنان، هل هناك أي تحرك حدث اليوم من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أجل التصدي أو من أجل الحديث عن ما جرى اليوم من مجزرتين وحشيتين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرسة الفخورة وتل الزعتر أيضا؟ نعم، اليوم مفوض العام الأونروا أصدر بيانا حول هذا الموضوع وقال بأن هذه المشاهد المروعة التي لا يمكن على الإطلاق أن تصبح مشاهد عاديا وهذا القتل المخيف والغير معقول، ودعا أيضا إلى وقف إطلاق نار وإلى هدنة إنسانية بصورة عاجلة لأن الأوضاع بصراحة أصبحت خارج السيطرة. ما يحدث على الأرض خارج السيطرة. قطاع غزة وبالذات هذا المخيم، مخيم جباليا، حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في أقل من كيلومتر مربع. أي لو ألقيت حجرا على هذا المخيم سيقتل ويجرح، فما بالك بالطائرات والدبابات والمدفعية. الوضع خطير ومرشح لتصعيد أخطر، ومن يدفع الثمن هم المدنيون. هناك أيضا تصريحات وتحركات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، من قبل أطراف دولية، ولكن نتحدث بصراحة، يعني قوة الأمم المتحدة يعني تاريخيا هي قوة محدودة في موضوع الصراع العربي الفلسطيني وصراع هذا النزاع. أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف مباشرة دكتور عدنان أبو حسن، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. شكرا جزيلا لك.